السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. النهاردة من برنامج أبواب السعادة حابين النهاردة نتكلم عن موضوع الحلقة النهاردة عن السن المحير. النهاردة الحلقة السن المحير ده بيبدأ من إمتى؟ يعني من 12 سنة لحد ال 15 لحد من ال 15 لحد ال 18، يبقى من ال 12 لحد ال 18. وطبعا من برنامج أبواب السعادة حابين نتكلم معاكم، وهتكون معانا الإعلامية الكبيرة الدكتورة هاجر، هتتفضل تشرح لنا النهاردة. اتفضلي يا دكتورة، أهلا وسهلا بيكي. أوكي، أهلا أعزائي المشاهدين. عايزين نتكلم النهاردة عن سن المراهقة لجميع فئات المجتمع. لو اتكلمنا عن سن المراهقة لجميع فئات المجتمع، الطبيعي أو المساد إن بيكون مرحلة المراهقة ثلاث فترات، من 11 سنة ل 14 سنة، ومن 14 سنة ل 18 سنة، ومن 18 سنة ل 21 سنة. ده الطبيعي. ولكن في مرحلة تانية وهي مرحلة اكتمال الرجولة واكتمال الأنوثة. سن المرأة بيحدث فيه بعض المراهقة أو بعض الفكر اللي هو بيشغلها، اللي هو أنا كبرت، أنا لسه صغيرة، أنا العمر عدى بيا، أنا اللي هو سن 35 سنة إلى سن 47 سنة. بتبدأ في السن ده تسأل نفسها كتير، تقف قدام المراية كتير، أنا في بعض الانتفاخات حوالين عيني، طب أنا في تجاعيد حصلت في وشي، طب أنا لسه أمورة، طب أنا لسه في حد بيعجب بيا، طب أنا زوجي شايفني إيه في نظره. بيحدث عندها بعض التفكير أو بعض الفكر اللي هو يخليها تتشغل إن أنا عمري راح فين فجأة، ال 35 سنة اللي مريت بيهم راحوا فين وعدوا ازاي. فبتبدأ تهتم بنفسها. ويمكن الجزئية دي اتكلمت فيها مع دكتورة جلدية بتاعة تجميل، بتقولي ان اكثر النساء اللي بيتعاملوا معاها في التجميل بيكونوا فوق سن ال 35 سنة، بيبداوا يقولوا لها ان احنا بدانا نحس ان حوالين عينينا بقى في بعض الهالات، بقى في بعض التجاعيد، عايزين نتظبط، عايزين نعمل كذا. بداوا ان هم يحسوا ان العمر فجاه راح منهم. نفس المرحله مع الرجل. الرجل في سن الأربعين سنة بيبدأ يكون اكتمال الرجل، وده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن اكتمال الرجولة سن الأربعين سنة. في سن الأربعين سنة الراجل بيحس إن هو بقى متكامل، بقى قوي، بقى عنده انتماءات وفكر وأسلوب وطريقة مختلفة عن الأول تماما. بيحس إن هو عايز يوضح لنفسه أو يشوف لنفسه بعض الاختلافات في حياته. لو مثلا في شريكة في حياته هو مختارها، بيبدأ يشوف حد تاني في مميزات، في حاجات هو مفتقدها، حاجات هو مش شايفها. بيبدأ في اللحظة دي الرجل يختلف يا أستاذ أحمد في انتماءاته وفي تفكيره وفي الفكر، في الفكر كاملة، في كل حاجة، في كل حاجة. يمكن في رجال كثير بيعدوا بالسن ده بدون ما بيحصل لهم وقعة، ولكن بيحدث ان هو يميل مثلا لواحدة غير زوجته، او يحاول انه او يفكر انه يكلم بنوته صغيرة. بتحدث كتير. وفي واحد مثلا بيقع في الواقعة دي وبيمر منها بسلام. الفترة دي بتقعد مع الرجل قد ايه؟ بتقعد معاه من سن 40 سنة لسن 50 سنة. بعد ال 50 سنة بيبدأ يعقل، بيبدأ يحس ان انا خلاص دلوقتي انا في العهد التنازلي، او ان انا مثلا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني ان اخر امتي يعني هيكون العمر ما بين الستين والخمسين والستين. فالرجل ساعتها بيتغير فكره، بيعقل، بيكون هادي، بيكون خلاص بقى عايز يحافظ على بيته، في استقرار، في هدوء كده. فبيهدى سن المراهقة مع الرجل بعد الفترة دي. أما في فئة معينة، والنموذج ده ما بيكونش كتير في المجتمع يا أستاذ أحمد، اللي هو سن الستين سنة للسبعين سنة. سمعت عنه قبل كده؟ الستين سنة للسبعين سنة سمعت عنه. 60 سنة ل70 سنة دي على فكرة بتحدث مع ناس كبار في السن، بيحسوا ان هم فجائي حصل لهم مراهقة متأخرة. المراهقة المتأخرة دي بتكون صعبة قوي قوي قوي. السن ده استاذ احمد سن بشع في المراهقه. لو
لو رجعت لبعض القصص اللي تشوف مثلا رجل في سن الستين او امرأة في سن الستين تبدأ تحس ان العمر راح منها، فعايزة ارجع طفولة تاني، عايزة ارجع شباب تاني، عايزة ارجع مراهقة تاني، بتتصرف في اللحظة دي تصرفات او بيتصرف تصرفات الرجل ما بتبقاش لايقة على السن او ما بتبقاش لايقة على الشكل اللي انت بتتعامل معاه، فبيحدث بقى اخطاء جسيمة. جميل جدا يا دكتورة كلامك. هناخد اتصال تليفوني ونقول الو استاذ محمد من القاهرة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا دكتورة هاجر؟ ايه الحمد لله، ازي حضرتك يا فندم؟ والله انا سعيد جدا ان انا بكلم حضرتك، ويعني مبسوط جدا بالبرنامج، ومبسوط جدا والله باللي بتقدموه. البرامج كلها يعني ما شاء الله عليكم. انا كنت بس حابب يعني امسي عليكم واقول لكم متشكرين جدا والله، واحنا قاعدين بنتفرج على القناه عشان خاطر ان الدكتوره هاجر والاستاذ احمد موجودين، وانا كان ليا الشرف ان انا يعني اعرف الدكتور هاجر شخصيا، ان كنت حضرت معاه اكتر من مكان، دورات وكورسات، فربنا ينفعكم بالعلم اللي انتم بتدوه للناس. وشكرا لكم ومنورين الشاشه. تسلم ميرسي يا فندم، واحنا بنصبح عليك بقى، حضرتك بتمسي علينا احنا بنصبح عليك. صباح الفل. ربنا يخليك يا دكتور. ربنا يخليك. شكرا لك. تسلم يا استاذ احمد، شكرا. ايوه. نعم. النهارده يا دكتوره حضرتك اتكلمتي عن سن المراهقه من 60 ل 70 ومن من 35 ل 50. في النهارده سن مراهقه بيحدث في المجتمع اللي احنا عايشين فيه بين ال 12 سنه لحد ال 18 سنه. 18 سنه ده بتحصل فيهم كارثه، من يعني من بدايته الاعدادي لحد ثانويه بتبقى فيه كارثات بتحصل. التصرف معهم يكون ازاي يا دكتوره؟ حضرتك لو اتكلمنا عن سن المراهقه للاولاد والبنات في السوشيال ميديا، على السوشيال احنا هنتكلم في عامه، يعني عامه المراهقه للاولاد والبنات. تمام. لو اتكلمنا عن البنات اولا، خلينا نتكلم عن جزئيه البنات يا استاذ احمد. تمام. لان البنات دايما عليهم اثبت في كل حاجه بالنسبه لنا احنا، حتى يعني طبعا طبعا. المجتمع الشرقي دايما غصب عننا، حتى لو قلنا نادينا بالحريه ونادينا بالثقافات ونادينا هنلاقي برضو ان البنت في المجتمع الشرقي لها وضع مختلف عن الولد، ما ينفعش نختلف على ده طبعا. فلو اتكلمنا عن البنات في سن المراهقه، اول شيء او اول جزئيه هنتكلم فيها ان لازم يكون عندنا ستوب في الحريه. الحريه ليها معاني وليها اسس وليها انتماء معين او ليها خطى سليم. ما ينفعش ان احنا نقول ان الحريه منفتحه او ندي لبناتنا الحريه بعدم رقابه. الرقابة هنا رقم واحد من الآباء والأمهات، اللي بيحدث زي ما حضرتك بتتكلم على السوشيال أو سوري، طبعا مع احترامي للسينما ومع احترامي للأغاني، الأولاد دلوقتي بقت متفتحة، بقى عندها سوري في اللي أنا هقوله برضو انحدار في سماع الأغاني الهابطة المشينة. يعني دلوقتي لو تسمع البنات، وبرضو هنتكلم عن الأولاد عموما على فكرة، بيسمعوا أغاني للأسف الشديد ودنا بترفض انها تسمعها. انت بتحس ان انت سامع هبد ورزع وتغبيط، كله بيبقى طبيل وحاجات يعني كلها زي مثلا المهرجانات اللي شغاله النهارده كلها طبل، كلها فيها في ناس اغانيها فيها الفاظ وهم بيكرروها. بس انا بتكلم يا دكتوره على البنات مثلا اللي بتقلد، يعني الاطفال دي هم اطفال بيقلدوا اصحابهم في اللبس، اللي بيجي بيطلعوا في الشوارع باللبس مثلا البناطيل الضيقه واللبس المضيق واللبس اللي على القمر، واللي بيبقى بيخلي الشاب يبص لهم شابه، يعني الشاب بيبص للشابه دي دلوقتي بيبص لها كده. هو انا مش عايز اقول لهم مثلا ان هم وحشين، والله كلكم محترمين وكلكم مؤدبين وكلكم يعني بسم الله ما شاء الله عليكم جمال يعني، بس البنت منكم مش يعني مش لبس مش صحيح شكل صحيح. لا طيب يا استاذ احمد برضو في نقطه عايزين نتكلم عنها. تمام. عايزين نوضح للاباء والامهات ان الحريه لاولادنا عمرها ما كانت بالعري وليس بالاباحيات والانحدار الاخلاقي وسماع الاغاني الهابطه، عمرها ما كانت هي دي الحريه يا جماعه. الحريه ان انا ادي لابني او بنتي المساحه اللي هم
فاهمينها او عارفينها. ما ينفعش ان انا ادي لابني او بنتي حريه في شيء هو ما يعرفوش، لان هو لو تخطى الشيء ده هو هيهلكه او هيحطه في مرحله او في مكانه هو ما ينفعش ان هو يتعدى او يتخطاها او يكون محطوط فيها. طبعا هي دي الحريه، هي الوقت اللي من الوقت من 12 سنه ل 18 سنه محتاج رعايه خاصه، رقابه من الاباء والامهات. احنا هنا لازم يكون في رقابه تامه. طبعا طبعا. هناخد اتصال تليفوني يا دكتورة. أم أحمد من اسكندرية. أيوة السلام عليكم. أهلا بحضرتك يا أم أحمد. أنا لو سمحت عايزة أكلم الدكتورة هاجر. اتفضلي يا حبيبتي. دكتورة حضرتك، جوزي مر بسن ال 30 يعني بكذا علاقة، ودلوقتي عنده 37، ممكن بقى يكرر الكلام ده تاني يعني؟ دلوقتي عنده إيه؟ 37 سنة. يعني هو عنده 30 سنة مر بكذا علاقة. بس وخلاص دي كلها، وقال لي ان دي كانت نسوة وكلام فاضي يعني. تقصدي اللي هو وعدك يعني؟ طب حبيبة قلبي، ممكن بس يعني اعرف انت برضو اسلوبك او تعاملك معاه ايه؟ لان بلاش نقول ان ده كان سن مراهقة، ممكن نقول ان هو كان احتياج لشيء معين او فقدان لشيء هو محتاجه، فحاول يعني ايه يلاقيه في مكان تاني او في اتجاه تاني. يعني انت كان اسلوبك ايه معاه؟ هو ماسك حكاية ان هو كان قافل عليا خالص، ولا في الفوق ولا لبس بلاطيل ولا اي حاجة، انما العلاقات التانية كان بيعوض اللي هو ده في حاجه تانية. بس هو اللي كان طالب مني ان انا ابقى كده، مش تقصير مني يعني. كان طالب منك يعني تبقى ان انت تبقي محتشمه لان انت الزوجه، فهو شايفك انت في كادر مختلف عن الاخرين. على فكره الزوج ده بيحبك جدا، حافظي عليه وخدي بالك منه، لان ان هو يحطك انت في كادر مختلف عن الاخرين معنى كده ان انت مختلفه. الفئات الثانيه دي سوري يعني زي ما هقول لك حاجه بسيطه قوي، في بعض الازواج تروح تقعد سوري برضو في اللي اقوله كباريه، مكان سهره، ايا كان، يقبل ان هو زوجته تتواجد معاه في المكان ده؟ لا. ليه بقى؟ لان هو شايفك انت حاجه مختلفه عن الشيء اللي هو شايفه مباح بالنسبه له او حاجه عاديه. بنشكرك يا ام احمد. معانا كملي لو في اي سؤال حبيبتي معاكي. يا دكتوره حضرتك قلتي دلوقتي هو بيبقى في فتره مراهقه من 35 ل 40، لا للمراه. بصي يا قلبي، للمراه، المراه من 35 ل 47 سنه بيحدث عندها المراهقة للاحتياج، ان انا مثلا محتاجة اسمع كلمة حلوة، محتاجة احس ان انا لسه صغيرة، محتاجة ان انا احس ان اشوف وشي ما فيش حاجة حدثت فيه او حاجة اتغيرت فيه. فالمرأة بتحس في الوقت ده ان انا خلاص كلها 5 سنين وابقى 40، ايه ده انا كبرت، فبتقلق على نفسها. انما الرجل اكتمال الرجولة بيكون من سن 40 سنة، الرجل ساعتها بيكون مكتمل الرجوله، بيحس ان هو في حاجات عنده اختلفت عن الاول. يعني مثلا ممكن اكون اخترت زوجه، الزوجه دي فيها صفات معينه انا متماشي معاها وعايش للواقع، فباجي بعد سن الـ40 بحس باحتياجات مختلفه، بحس ان انا اقوى من الاول. بس احنا بنتكلم في بعد الـ40 مش قبل الـ40، قبل الـ40 لسه اكتمال الرجوله. ماشي يا دكتوره، شكرا. شكرا لزوجك حبيبتي، نورتيني. بنشكرك يا ماما. استاذ احمد، اديك سامع برضو حاجه زي كده، لو اتكلمنا فيها برضو هنتكلم عن ان بيحدث رجال كتير بيحصل لها بعض النزوات وبيرجعوا بعد كده يحسوا بالقدر اللي هم في بيتهم او الشيء اللي هم الثمين اللي هم محافظين عليه. زي مثلا الزوجه هو محافظ عليها، غيور عليها، بناطيل لا، لبس لا، ولكن هو في اتجاه تاني هو بيلفت نظره في الموضوع ده. ده معناه ايه؟ معناه ان هو شايفك انت قدر وقامه وحاجه كبيره بالنسبه له، والشيء التاني ده شيء مهان. هي سؤالها كانت بتقول هو خدني وهو عنده 30، وهو يعني كان من العمر 30 سنه، النهارده عنده 37 سنه، يا ترى هيكرر دي تاني ولا مش هيكررها؟ فمن وجهه نظري بتقول ان هو عمل 3 مرات، يعني عمل علاقات لمده 3 مرات من سن ال 30 سنه لل 33 سنه. لحد هو دلوقتي عنده 37 سنه، عمل علاقات مع عندي 30 سنه لحد 37 سنه، دلوقتي عمل 3 علاقات خلال الـ7 سنين، عمل 3 علاقات. فهي عايزه تعرف ان هو دلوقتي ربنا يتوب عليه ولا لا،
يعني لا ان هو هيبطل هيبطل ان هو يكلم حد عليها والكلام ده ام لا؟ أيوة. فطبعا انا كوجهة نظري الحاجة الناقصة فيكي اللي هو بيبص لها بره خليها في نفسك، كمليها لنفسك انت. اما لو هو عد بص لحد تاني او بص فده يبقى انطباعه كده. في رجالة كتير قوي يعني بيحبوا يبصوا مش لزوجته بس، لا لغيره وغيره وغيره، وممكن كمان يبص على زوجة اخوه، ممكن يبص على زوجة صاحبه. فدي حاجة ترجع لك انت يا ام احمد، يعني اللي انت تحتويه بكل جماعة انواع الطرق في بيتك. نرجع معانا اتصال تليفوني يا دكتورة. اوكي. استاذ محمد من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا دكتورة هاجر. اتفضل يا اتفضل فندم. عاوزين من حضرتك نصيحة للستات اللي ما تديش فرصة لزوجها ان هو يبص بره وكده يعني حضرتك. تمام. ده شيء رائع. استاذ احمد محمد ده شيء رائع قوي. أيوة. حضرتك مش القاهرة. ايه؟ من اسيوط حضرتك مش القاهرة. احنا من اسيوط؟ احنا نرحب بيك يا استاذ محمد من اسيوط واهل اسيوط. نورنا واهلا باهل اسيوط. استاذي الفاضل انت بتقول عايز كلمة للزوجة اللي ما بتسمعش. للستات ان هي ما تديش فرصة لزوجها ان هو يبص بره وكده. ما تديش فرصة ولا ايه اللي ما بتديش فرصة؟ ما تديش فرصة لجوزها اللي هو يبص بره. يعني ان هي تكفيه يعني ان هي تكون جديره بيه صحيح؟ ايوه اوكي بالظبط كده يا فندم. طيب نصيحه لاي زوجه معاها زوج بتحبه وعندها منه اسره واولاد او حابه تسيطر على حياتها وعلى بيتها وعلى الاسره اللي هي بنتها، تحاول قدر المستطاع انها تشوف ان الزواج ده بناء اسره تبني مجتمع. ما تبصش للزواج على انه معركه، على انه في قائد وفي مقود، في اختلافات، في الند بند. لا، الزوجه الشاطره اللي تحط زوجها في قدر وقامه مختلفه عن اي مخلوق في الدنيا. باباكي هو ابوكي اللي هو كل حاجه ليكي في حياتك، امك، اخواتك، ولكن الزوج ده بيكون ربنا سبحانه وتعالى جعلهولك او وصاكي عليه اكثر من ابوكي. لو الزوج منعك على انك تروحي تزوري ابوكي فانت تقولي له سمعا وطاعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا لو امرت ان اللهم لا اله الا انت سبحانك، ضاع مني الحديث يا استاذ احمد، اللي هو لو امرت المراه ان تسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها لما له عليها من فضل. يمكن سبحان الله الحديث ده انا حافظاه كويس جدا. بس احنا مش بنقول كده يا استاذ محمد ان اللي يعني الزوج يمنع زوجته من زياره اهلها. طبعا على فكره هو من حقه يمنعها من زياره اهلها. وكان في صحابي معانا يا استاذ محمد. نشكرك يا استاذ محمد. احنا بنقول يا دكتوره على اساس اللي في ناس كتير جدا عندها شيء اساسي ان هي تيجي مثلا الزوجه تقول انا عايز اروح ازور بابا ولا ازور ماما، يقول لها لا انت مش رايحه. من حق فبيمنعه. لا، من حقه ان هو يمنعها. لما راحت صحابية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله أبي يحتضر على فراش الموت وزوجي منعني إن أنا أروح أزور والدي، قال لها ارجعي بيتك وأطيعي زوجك. فده رسول الله اللي قال لنا كده. أنا مش مع إن ده يحدث وما ينفعش إن ده يحدث، ولكن الزوج من حقه إن هو يمنع زوجته من أي شيء. ده ربنا هو اللي عطاه الحق ده. ولكن احنا بالمعروف بالحسنه بالمعامله الطيبه ما ينفعش ان احنا نعمل كده. يبقى في موده ورحمه مطلوبه يعني، وموده ورحمه لازم يكون في بين الزوج والزوجه موده ورحمه. ولكن الزوجه امرت بطاعه الزوج، والمفروض انها تبقى ليه السمع والطاعه عليها في ايا كان اللي هو هيقوله لها. نرجع لموضوعنا يا دكتوره، فهو سن المراهقه. البنات اللي النهارده قاعدة 24 ساعة على السوشيال. النهاردة في برنامج ظاهر جدا تيك توك ده. الناس البنات يعني بتعمل عرض بجسمها. البنات الصغيرة بتعمل عرض بجسمها. للشباب، لتثير الشباب للمعصية والخطأ. النهاردة يا أختي يا غالية يا اللي قاعدة في بيتك مثلا ووالدك واثق فيكي جدا 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 وبيحبك. انت النهارده بتطلعي
في البرنامج وبترقصي. والدك يعلم بهذا الشيء؟ ما بيعلمش. أخوك بيعلم بهذا الشيء؟ ما بيعلمش. النهاردة البنات بتشرب السجاير في الشارع. النهاردة البنات ماشية بيطلعوا بيبقى مرين في طريقهم، ماشيين في طريقهم، خارج نازلين من الدرس، طالعين درس، صوتهم عالي جدا، صوت الضحك بتاعهم بيبقى بيلفت النظر للطرف التاني يبص عليهم. على فكرة والله العظيم البنات كلها كلكم جمال، مش عشان انا النهاردة عندي شوية حبوب في وشي اروح جاية حاطة كمية حاجات في وشي والبس لبس ضيق واطلع عشان الشاب يعاكسني. لا، على فكرة في بعض من الناس كتير قوي محترمين في الشارع بيشوفوا الواحدة اللي لابسة بتبقى لابسة لبس نظيف جدا ومحترم بيبصلهم بيقولوا بسم الله ما شاء الله، البنت دي جميلة جدا، البنت دي محترمة، لبسها محترم، ما أخدتش ما يعني اللي هو إيه ما أزناش معاها كده. لكن لما أكون أنا لابسة. معانا اتصال تليفوني. أهلا بك. أهلا يا فندم. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فندم؟ ازيك يا فندم؟ أهلا بيك يا فندم. أنا سعيد جدا والله باللقاء الجميل الرقيق اللي أنا كنت نفسي أفضفض فيه من زمان والله. أنا عندي سؤال بس يعني محيرني. اتفضل. إن فترة المراهقة ديت ملهاش سن محدد ما بين 60 أو 50 أو 30 أو 20. يعني دلوقتي أنا دلوقتي لما أجي أصوم تمام بصوم مثلا اثنين أو خميس أو 13 و 14 أو 15 من كل شهر. واطلع اروح شغل الصبح اشوف بنات كتير لابسه وحاطه ميك اب ولابسه بناطيل ولابسه حاجات، فهضطر ان انا ابص ليهم و... صح ده حقيقه طبعا. تقصد العيب يا استاذي الفاضل؟ انا ما عرفتش اسم حضرتك. استاذ رضا. استاذ رضا. استاذ رضا. استاذ رضا اتفضل. تحياتي لحضرتك استاذ رضا. مبدئيا هو الصيام عفه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم امر او اوجه الشباب ان هم لما يتاخروا على الزواج ان هم يعفوا نفسهم بالصيام. جميل قوي. حته بقى ان حضرتك بتقول ان سن المراهقه احنا ما حددناهوش او ما حطيناهوش في اطار محدد في سن معين او تايم معين، احنا ما عملناش كده. احنا اتكلمنا عن الاختلافات عموما، مش شرط ان يكون مثلا سن المراهقه ان انا اطلع ابص على البنات او ان البنات تشغلني. لا على فكره، وجبنا سن المراهقه من 12 سنه لحد 70. من 11 سنه يا استاذ احمد، من 11 سنه لحد 70 سنه، يعني جبت لك جميع فئات العمر. مع اختلافات طبعا، مع ان في مراحل ما بتمرش بده، مع ان في مراحل بتختلف انتماءاتها وتفكيرها وكل حاجه فيها. وطبعا انا معاك طبعا. اللي النهارده بيحدث في الشوارع المصريه لبس فاضح كتير، يعني ناس بنات بتلبس لبس فاضح، ولو بصيت لعمر البنت وهضطر انا كمان انا كشاب، معلش مع احترامي ليك، انا عندي دلوقتي 31 سنه ولسه ما اتجوزتش. ربنا يكرمك ان شاء الله. اللهم امين. الظروف الصعبه اللي البلاد بتمر بيها والشباب اللي زينا بتمر بيها، فهضطر ان انا ابص واعجب بيها، فهضطر ان اخلص من صيامي. يا استاذي الفاضل، استاذي الفاضل، غض بصرك يا استاذ، غض البصر. ولو اتكلمنا عن البنات، انا معاكي والله، انا معاكي طبعا. احنا على فكره عدم حلقتنا النهارده يا استاذ رضا، حلقتنا النهارده اللي احنا بنناقش فيها سن المراهقه، من اللبس، من البهرجه، من كل حاجه بتحدث في السوشيال او في الشوارع او 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 او. فحضرتك احنا هنتكلم عن الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه دلوقتي ده. لو اتكلمنا عن البنات يا استاذ احمد، هنتكلم عن عدم الوعي من الاهالي بهذا السن الحريق. لا بس النهارده يعني الاهالي هنا، الاب والام هنا، ما عندهمش الدرايه او ما عندهمش الوعي بهذا السن. السن ده للاولاد دي حقيقة طبعاً صعب يا دكتورة. صعب بجميع مقاييسه. دي حقيقة. لازم يكون عندنا الاراده وعندنا العقل والتفكير والاسلوب اللي احنا نعرف نتعامل بيه مع الفئه ده من الاولاد. صح. لان انتماءاتهم بتختلف. يعني مثلا لو في سن اللي انا اتكلمت فيه اللي هو من 11 سنه ل 14 سنه، في بعض البنات بتكون طفله وفي بعض البنات بتكون كبيره، هي شايفه نفسها ان انا بقيت انيسه، ان انا بقيت ملفته، ان انا بقيت حلوه، مع اختلاف الاجسام والهرمونات والاشكال والبنات والشخصيات
الفئة ديت، او لو اتكلمنا عن الجزئية دي هنتكلم عنها بكدر مفتوح او بشيء يعني منفتح بدرجة كبيرة، انما لو اتكلمنا بناء على كلام استاذ رضا اللي هو بيقول مثلا ان انا البنات دي بتلفت نظري، لا رسولك قال غض بصرك انت ما يلفتش نظرك. هو الكلام بيقصد ده يعني اللي هي دلوقتي بكتير من البنات كده، ماشي يعني انا غضيت بصري عن اليسار لقيتها في اليمين، غضيت بصري في الامام لقيتها في الخلف، فدلوقتي انا شايفها في كل حته انا بغض بصري فيها، مش همشي مغمض عيني، ملهاش دعوه مغمض عينه. دي ملهاش دعوه بالمراهقه تماما. بس احنا نقدر نقول للشباب الصغيره، البنات الصغيره على فكره مش صغيره بمعنى كلمه انت صغيره تعملي اللي انت عايزاه، لا مفيش حد صغير، كلكم بسم الله ما شاء الله عليكم كلكم كبار، بس اختيار الصح يكون يعني لطريق الصح اللي انا بمشيه، لازم اختار صح، من الصاحب من الصحبه. البنات اللي النهارده بتلبس عشان صاحبتها لابسه زيها، لا انا ماليش دخل بصاحبتي اللي بتلبس وحش، خليني مع صاحبتي اللي بتلبس حلو، خليني مع صاحبي اللي بيعمل حاجه حلوه. النهارده في بنات بتبقى ماشيه في الشوارع بتتكلم في التليفون وهي ماشيه مش ماشيه مظبوط، ماشيه في حاجه كده غلط فيها بتلفت النظر، فبيضطر الشاب النهارده عشان يعني يخليها تاخد باله منها ممكن يخبطها يوقع عليها التليفون، شفتها كتير الحركه دي. البنات اللي بتقلد بعض، ما نقلدش بعض في الخطا، لا انا لازم اقلده، مثلا اقلد صاحبي ده في الصح، هو بيعمل ايه صح دلوقتي؟ بيذاكر، انا في سن المراهق ده بتاعي يعني سن ال 12 سنه ده اللي احنا كنا، لو انا ارجع بزمن الورا ال 12 سنه ده انا ما كنتش بعمل سنتي يعني حاجه صغيره جدا من اللي بتحصل النهارده دي، كان كل همنا المذاكره، ازاي ننجح، كان المنافسه في الدرجات، ان احنا بنعمل كل ما نبذل يعني نبذل جهدنا كله عشان نحقق درجات عاليه عشان نبقى زينا وزي الطالب المتفوق في اللي هو اللي طالع الاول. معانا اتصال استاذه مروه. ايوه نقول الو. ايوه حضرتك. اتفضلي يا استاذه مروه. حضرتك انا حابه استفسر عن شيء. اتفضلي يا استاذه مروه. انا جوزي دايما بيخليني يعني لما بيكون في مشاكل ما بينه هو واهلي بيحطني انا فيها، مش عارفه ليه. مشاكل بينه وبين اهله يحطك انت فيها؟ لا بينه وبين اهلي انا. يعني هو دلوقتي بيعمل مشاكل مع اسرتك فهو بيحطك انت اول المقدمه. ايوه. اتفضلي. انا حابه اعرف هو ليه بيعمل معايا كده وايه اللي وصله انه يعمل معايا كده؟ انا بقالي 6 سنين في نفس المشاكل. بقالك ايه؟ 6 سنين. 6 سنين في نفس المشاكل. وارجع له واقول هيتعالج ويبقى كويس وهو اللي فيه فيه. اتفضلي يا دكتور. هو يا دكتور يا حضرتك مين معايا؟ اسم حضرتك؟ مروه. يا استاذه مروه. ايوه. بص حضرتك يا استاذه مروه، هو ممكن يكون شايف اسرتك دي نقطه ضعفك، ان هو النهارده عايزك تعملي كل حاجه في وقت واحد، بس انت مش قادره تعملي كل حاجه في وقت واحد، فبيجي يقول لك انت اللي عملت وانت وانت وانت، ويدخل لك مامتك او باباكي او 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 او. اسرتك باكملها ربنا يرحمه. فبقول لحضرتك ان المشاكل اللي بتحصل دي حاولي تتغاضى عنها، حاولي توجدي. انا دلوقتي عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. انا دلوقتي وصلت لمرحله وحشه، اللي هو مرحله ان هو كل ما يجي يرجعني، انا دلوقتي في بيت اهلي، كل ما يجي يرجعني انا مش عايزه ارجع له، يعني مش شايفه ان هو يبقى جوزي تاني، حاسه غريب عني، حاسه وحش، حاسه مش كويس. طب هو مفيش حد كبير قعد معاكم قعده وحكم فيها ما يحصلش الامر ده تاني وخلاص الامر ده انتهى على هذا الوضع؟ لا كتير جدا كتير، بقول لحضرتك بقالي 6 سنين. يعني خلال ال6 سنين تقعد القعده ويرجع كما كان، تقعد القعده. أيوة. يرجع كما كان. ايوه والله عايز اقول لك هو ده ضعف منه، ده بيبقى ضعف منه هو.
هنقول لحضرتك الحل ان شاء الله. بنشكرك يا استاذه مروه. الحل يا دكتوره في هذا المشكله يعني مع هذا الزوج يعني. هو المفروض استاذه مروه المفروض ان هي تكون عارفه هي عايزه ايه. انت دلوقتي بتتكلمي في زوج مره اتنين تلاته هو ليه طبع معين، يا اما تتماشي على طبعه وتعيشي على انتماءاته اسلوبه وتفكيره، يا اما ان انت مش بحب اقول كلمه انفصلي ولكن تاخدي خطوه ايجابيه في حياتك. انا حاسه من طريقه كلامك ان انت عندك ذبذبه او في خلل عندك انت في شيء معين. ممكن هو يكون عنده حق برضو في بعض الاشياء اللي هو بيزعل فيها مثلا من ناحيه اسرتك او اهلك. في حاجات انت مثلا بتزعلي على اسرتك في شيء او بتعلقي معاه في شيء معين او بتعانديه في شيء معين، فهو بناء على اسلوبك او على طريقتك هو بيجمد عليكي او بيشد عليكي او بيكون اسلوبه معاكي فظ زي ما انت بتقولي. والا الرجل عايز ايه برضو؟ لو هو يعني بيرجعك وبيحبك وعايزك وبترجعوا تاني يبقى هو باقي عليكي وعايزك. يبقى انت اختاري، مش هقول لك اختاري زوجك على اهلك، لا طبعا عمري ما اقول لك كده، ولكن حاولي الست الذكيه الست الشاطره اللي هي تحاول قدر المستطاع توازن الامور، تمثل علشان خاطر تصلح الحال. انت عارفه ان في بعض الاوقات ان احنا مباح لنا الكذب في اصلاح ذات البين، في اصلاح ان احنا تصلحي ما بينه وما بين اسرتك في بعض الاشياء. ممكن مثلا هو يكون شايف ان والدتك او والدك او اخواتك سبب اذى ليكي في بيتك او بيوجدوا خلاف بينك وبينه، فهو ده السبب اللي هو بيجي عليكي. انا ما فهمتش برضو مشكلتك ايه بالظبط، لان كل بيت وكل اسره والمشاكل متعدده في البيوت، ولكن احب اقول لاي زوجه في الدنيا تقفل بابها على نفسها، وما ينفعش لا باباها ولا مامتها ولا اسرتها ولا اي مخلوق ايا كان يسمع بيها. لازم هي تكون جديره بنفسها وتقدر تعالج امورها مهما كانت سنها ومهما كانت فكرها ومهما كانت ثقافتها، هي تقدر انها تحافظ على بيتها بذكائها وتسيطر على الزوج. لان يا جماعه الزوج ايا كان. طب هي تعمل ايه في الطب؟ يا استاذ احمد معانا اتصال تليفوني، احنا ما كملناش ردينا على استاذه مروه. معانا اتصال تليفوني استاذ محمد. الو اتفضل استاذ محمد. اهلا وسهلا بيك. مساء الفل يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. محمد ابراهيم معاك يا فندم. اتفضل استاذ محمد ابراهيم. كان في سؤال محيرني بس مش اكتر. اتفضل. انا دلوقتي كنت بحب واحده وبعد ما حبيتها واتقدمت لها وهي برضو كانت بتحبني في نفس التوقيت اللي انا كنت بحبها فيه. تمام. فلما جيت اتقدم واتكلم وهي كانت اسمها جهاد بس ما كانتش من هنا، كانت من منيا. وجهاد دي انا كنت بحبها خالص. استاذ محمد انت وهي ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه ماشي تمام اتفضل استاذي الفاضل. يا فندم ده سؤال انا عايز اوصله. طب مش شرط ان احنا نقول كله. بعد اذنك بعد اذنك يعني مش شرط ان احنا نقول يعني. اسمها ومش شرط ان احنا نقول مكانها. الارض كلها لا ما ينفعش مش من حقك. ما مع احترامي ليك مش من حقك يا فندم. انا يا فندم انا دلوقتي من حقك انت مش من حقك تجيب سيرتها هي. طيب اتكلم عن نفسك واتكلم عن اسم مزيف او اتكلم عن الواقعة، ما تقولش فلانه ومن الحته الفلانيه. تقصد يعني ليها اسره ليها عيله ليها ناس ممكن يكون لها عائلتها مثلا او ليها مع احترامي لكلامك. فهتعمل انت دلوقتي مشاكل يعني او حتى مفيش مشاكل يا استاذ مفيش مشاكل. انا والله عايز اوضح صوره بس هي تايهه عن العالم كله. مفيش شباب دلوقتي يعرفها. الشباب دلوقتي تايه وعايش في ملكوت تاني اللي هو بيحب في قلب التليفون فلانه ومش فلانه وعلانه وانا بحبها وانا انت حبيت بأي شكل؟ انا 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 حبيتها وشفتها. يعني انت شفتها ما حبيتش في التليفون قبل ما تشوفها يعني؟ لا حبيتها حبيتها بعد ما شفتها. اتكلمت معاها ودرست معاها الموضوع. تمام. وجيت عشان اتقدم لها قالت لي لا انا مش موافقه اصرف نظر عن الموضوع ده. طب هي بتفتح لي قلبها ليه وبتخليني احبها ليه من كل قلبي؟ يبقى في مشكله يا استاذ محمد انت حضرتك مش واخد بالك منها. ممكن يكون عائلتها او اسرتها شايفه ان انت ما تناسبش لهذا الشيء او ما تناسبهمش. مفيش يا مش حاجة مش بقلل من حضرتك يا فندم يعني، لكن أنا بقول يعني هي ممكن تكون شايفة كده مش عايزة تيجي تكسفك قدام أهلها. لا مفيش الكلام ده خالص مفيش مفيش. إيه اللي خلاك متأكد يعني إن مفيش؟ بعد إذنك يا أستاذ أحمد. طيب أستاذي الفاضل إيه السبب إنها قالت لك كده؟
مش في سبب انها تقول لك كده، ولا هي اوريدي بتحبك وعايزاك وهم متفقين على كل شيء، وجت بعد كده قالت لك لا انت ما تلزمنيش؟ لا، في اكيد عائق او في اكيد سبب، ممكن تكون لما قربت منك تنافرتوا في التلاقي مع بعض، روحك ما جاتش مع، في اختلافات حصلت. مع احترامي لحضرتك في ازواج، بعد اذنك اسمعني، قالت لي انا دلوقتي مش مؤهله نفسيا ان انا احب، فانت دلوقتي انت فتحت لي قلبك ليه عشان احبك انا؟ سبحان الله، بتحدث ندوه. بصي انا عايز اقول لك، بس انا عايز اقول لك، الحب نوعين دلوقتي، الحب نوعين، حب جبلي وحب اختياري. منين يا استاذ محمد؟ الحب الجبلي يا فندم، بس انا عايز اوضح معلومه للشعب المصري، بس الحب الجبلي هو مطبوعة عليه الناس، انت اتولدت من بطن امك دلوقتي بتحب نفسك اكتر من كل شيء، وده صح. الحب الاختياري، اما الحب الاختياري اللي قراه عمر ابو بكر الصديق رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه عليه الصلاه، يا رسول الله اني لاحبك اكثر من كل شيء الا من نفسي، قال لا، حتى اكون احب اليك من نفسك التي بين جنبيك، قال الان يا عمر، عمر سوري في اللفظ يعني، عمر مش ابو بكر. جميل. قال الان يا عمر، اي الان قد اكتمل ايمانك. جميل. كلامك طيب. جميل جدا يا استاذ محمد. بعد اذنك استاذ احمد سيبنا رد عليك. انت ما تخلينيش احبك، انت ما تخلينيش احبك لغرض معين، لا بالعكس انا مش عايز احبك لغرض معين. طب هي قبل هو كان في غرض. استاذي الفاضل، استاذي الفاضل، ممكن نهدى، ممكن نهدى بس نتكلم براحه. هي قبل سابق طلبت منك ان انت تتجوزها. انا مشاعري واحاسيسي وكياني بتتقطع دلوقتي يا استاذ محمد. اتفضل. قبل سابق هي طلبت منك الزواج؟ انا اتفقت معاها على الجواز. انت اتفقت على الزواج؟ تمام. وانا نفسي اتزوجها وهي نفسها كمان، بس في غرض معين في دماغها مش عايزه تقوله. يبقى الاسره يا فندم، يبقى الاسره. ما انت وصلت اهو، انت وهي عايزين، بس في الاسره مش رأي يعني. لا ما فيش اسره يا استاذ الفاضل، بتقول لي ما فيش سبب يعني، انا ما عنديش انا مش مؤهله نفسيا ان انا اتجوز دلوقتي. طب انت قلت لا انا اصرف نظر عن الموضوع ده. طب انا اصرف نظر عن الموضوع ده بعد ما حبيتك وتعلقت بيكي وحبيتك من كل قلبي وبدعي لك وانا ساجد وايه الكلام ده كله، هبقى منصورا كده؟ مفيش. بعد اذنك والله بنشكرك يا استاذ محمد. لا خليه معانا، خليك معانا يا استاذ محمد بعد اذنك. الجميل هو معانا هيسمع. خليك معانا يا استاذ محمد. انا معاك، انا معاك. تمام. اولا انت مش من حقك تحكم عليها ان انت تكوني تحت طوعي وتحت امرتي وانا هحبك غصب عنك لو هي رفضتك. لو زوجتك، اسمعني يا استاذ محمد، انا ما يأسش ولا حاجه والله العظيم، انا جالي التفكير ده، انا متجوز لو واحده مطلقه حتى او واحده ارمله، انت واخده بالك التفكير جاب دماغي كده ليه؟ ليه يعني بعد ما حبيتك واديتك عمري كله واديتك كياني واديتك مشاعري؟ وهي الواحده المطلقه او الارمله او او او, أو الكلام اللي انت بتقوله ده يا استاذ الفاضل، ايه العيب فيها مثلا؟ يا استاذ الفاضل هي مطلقه يعني؟ انا على فكره مش فاهمه حاجه من المناقشه دي. تمام، نشكرك يا استاذ محمد، نشكرك يا استاذ محمد، يا استاذ الفاضل ان شاء الله في الحديث. يا استاذ الفاضل شكرا يا استاذ محمد. ونكمل حلقتنا النهارده في سن المراهقه يا دكتوره. هو الاستاذ محمد بيتكلم في نطاق ان هو حب بني ادمه، والبني ادمه دي اتكلمت معاه في حب وحب وحبته وحبها، بس ان هم وصلوا لمرحله دلوقتي اللي هو يجي يخش بيتها فهي بتقول له لا مش مهيئه للزواج. فطبعا في خطا من البنت، وممكن الله هو الاعلى والاعلم يعني، ممكن يكون فيك انت يا استاذ محمد حاجه غلط، او هي انتجت فيك حاجه غلط. فطبعا ما نقدرش نحكم عليها بحاجه غير صحيحه. فدكتوره ان شكلك اتعصبت يا دكتوره كده واتشديتي. لا هو بس استاذ محمد بيقول هنطلع فاصل، نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. نطلع فاصل ونرجع لكم مره تانيه، انتظرونا. ورجعنا لكم تاني من برنامج أبواب السعادة وفقرتنا عن الثقة بالنفس. الثقة لها معايير ومسميات وقصص تشمل حياتنا بأكملها. الثقة يعني الموهبة، الثقة يعني الإصرار، الثقة يعني العزيمة، الثقة يعني الثبات الانفعالي والاتزان الانفعالي. الثقة بتكون هي المعيار اللي بتدفع الإنسان لكل ما هو جدير في حياته، لكل ما هو يديه دفعة إلى الأمام وإلى التميز. الثقة لما بتكون في إنسان بيكون عنده
نفس فولاذية قوية، دايما الإنسان ده بيكون نجح في حياته حتى لو ما عندهوش موهبة، لأن الثقة بيتحقق نجاحات في حياته. واللي بيساعده على النجاح نفسه، ليه؟ لأنها تحتوي على كم كبير من الثقة والقوة والقدر الكافي اللي هو يقدر يخطو بيه إلى الأمام. الثقة لما بتكون في إنسان بيكون عنده كل معيار ليه مسمى وليه أساس وليه صفة هو بيقدر يدفع نفسه بيها أو بيقدر يخطو بيها إلى الأمام. طيب برضو في جزئية عايزة أقولها، إن الإنسان اللي عنده ثقة بيكون عنده قاعدة أساسية في حياته تحت مسمى إذا أردت افعل، وإذا فعلت انجح، وإذا نجحت فأنت تعيش حقا. طبعا في بعض الناس هتسأل يعني إيه الإنسان يكون عنده خطة أو عنده خطط إن هو يعرف بيها أو خطوات يعلم بيها الثقة اللي عنده. وفي بعض الناس هتسأل عن بعض نقاط ضعف الثقة بالنفس. طبعا لازم ندي للكدر ده من الناس الردود، وندي الكدر من الناس دي ردود. نبدأ بالخطوات لبناء الثقة. ايه هي الخطوات لبناء الثقة؟ هديكوا 7 قواعد ليهم. لازم نحاول ان احنا نشارك في جميع المناقشات، طبعا تحت مسمى او تحت بند التدخل الصحيح. لازم نثقف نفسنا او لازم ندي نفسنا ثقافة عامة وشاملة في جميع المجالات، بالقراءة، بان احنا نتفرج على بعض البرامج الهادفة اللي هي تدينا انتماءات وتدينا ثقافة وتدينا علم او معلومات كافية ان احنا نقدر نتعامل مع المجتمع على اساسها. برضو تحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية هنا بتحسسك قد ايه انت شخص مهم، قد ايه انت شخص ليك قدر وليك مكانة في وسط المجتمع وسط الناس. برضو في الاهتمام بالمظهر، وان انت ما تسيبش اهمالك في نفسك او تترك نفسك للاهمال. مش معنى ان انا اقول لك اهتم بمظهرك او اهتم بنفسك ان انا بقول لك افور او افوري، لا. الاهتمام بالنفس، تناسق الالوان، الرائحه الطيبه، التهذيب في شعرك في شعرك، في يعني انك انت تكون انسان مهذب او مهندم، ما تكونش انسان اوفر. هو ده اهتمام بالنفس. برضو لو اتكلمنا عن خطوه برضو من خطوات الثقه بالنفس، هنتكلم على خطوات كثيرة جدا، ولكن معنا تليفون هنرد عليه وهنرجع لكم تاني. السلام عليكم. التليفون فصل. طيب تمام، ان شاء الله يتصل تاني استاذ محمد. نتكلم برضو عن ان احنا نبدأ صباحنا بابتسامة، بأمل، بتفاؤل. دي كلها بتزرع الثقة في النفس وبتزرع القوة في داخل الإنسان. برضو لو اتكلمنا عن ان احنا نساعد الآخرين ونمدي ليهم يد العون، دي برضو من ضمن صفات الثقة بالنفس. هي أساسها ان احنا نكون متعاونين مع الآخرين، ان احنا نديهم الثقة والقوة والتعامل في كل شيء. أيوة السلام عليكم. ألو، معنا تليفون. فصل تاني برضو. تمام، اكيد الشبكه مش عندهم مش حلوه يا استاذ محمد. اوكي، لو اتكلمنا برضو عن خطوه من خطوات الثقه بالنفس، هنتكلم عن ان الانسان ما ينفعش يقارن نفسه بالاخرين. الانسان لازم يدي لنفسه قدر وقامه مختلفه عن اي حد، مع احترامه للآخر وعدم التكبر. ما ينفعش ان انا مقارنش نفسي بالآخرين واقول انا انسان عزيز النفس او انسان انا حد عندي ثقة بنفسي، وليس تكبر. التكبر شيء والثقة بالنفس شيء آخر تماما. الثقة بالنفس بتخليك انسان متنازل للآخرين، بتتعامل مع الآخر بنوايا طيبة. طبعا احنا لسه عندنا اجزاء كثيرة بنتكلم عنها، ولكن عمالين يكلموني في الاعداد في الاربيس، عمالين اختمي. استاذ محمد انا لسه ما اتكلمتش عن نقاط الضعف للثقة بالنفس.
طيب عايزين برضو نتكلم عن خمس نقاط للضعف في للثقة بالنفس، ولكن عايزين ناخد رأي أستاذ أحمد ونسأله إيه رأيك في نقاط الضعف في الثقة بالنفس، إيه رأيك فيها أستاذ أحمد أو إيه بعض الصفات؟ الصفات الثقة بالنفس النهاردة في يعني الاهتزاز في البني آدم في كل أشيائه، في الحاجة اللي هو بيعملها مثلا بيكون مهتز في أمره، مش واثق في نفسه، عدم تقبل النقد برضو يعني عدم تقبل النقد عند في الخطو في نقاط الضعف الثقة ده شيء أساسي. برضو لو اتكلمنا عن خوف من إبداء الرأي، برضو لو اتكلمنا عن تغيير القرارات، لو اتكلمنا عن الاستسلام في 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 بدء الأهداف، كل دي برضو نقاط تدل على ضعف الثقة بالنفس. لو اتكلمنا عن التراجع في الآراء الشخصية، سي مثلا لو مثلناها للاباء والامهات مع اولادهم، في بعض الاباء والامهات يحبوا ان اولادهم انا عايزك تخش كليه هندسه، عايزك تخش كليه طب، ويكون الابن ليه انتماءات تانية او البنت ليها انتماءات تانية، ولكن بحكم الاب وحكم الام بيغصبوا على الطفل، على الابن او على البنت في سن برضو احنا بنسميه سن محير اللي هو سن 18 سنه و19 سنه. في اللحظه دي الابن او البنت بيتراجع عن القرار بتاعه أو عن الآراء بتاعته وبيتنازل للأب والأم، فده بيكون شيء على فكرة غلط وصعب، لأنه ده بيضعف شخصية الابن أو البنت. وأتمنى أن الأباء والأمهات يسمعوا الجزئية دي ويطبقوها مع أولادهم، لأنها بتوازي بداية حلقتنا اللي احنا اتكلمنا فيها عن تربية الأولاد وعن سن المراهقة وي وي وي، فده شيء أساسي في تربية أولادكم. طبعا استاذ احمد وقت حلقتنا خلاص، الكلام مع الناس جميل ومع الجمهور الحبيب جميل، وطبعا احنا مش عايزين نختم معاكم بس السهره طولت النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهارده، واتمنى تكون حلقه شيقه جدا ليكم وتكونوا انتم انبسطتوا معانا، وكانت معاكم الدكتوره هاجر الحسيني واحمد علي، شكرا لكم.